بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لوقا 15 اشهر اصحاح في انجيل لوقا، لانه اصحاح 15 ده هو اللي فيه قصه الابن الضال والخروف الضال والدرهم المفقود، ثلاث امثال ثلاث حكايات حكاهم ربنا يسوع له المجد. واللي حضر معانا من اول انجيل لوقا يفتكر ان انجيل لوقا مركز على المسيح الحنين ومركز على فكرة الغفران، لدرجة بعض الاباء الاوائل سموه انجيل التوبة، لان في قصة المرأة الخاطية وفي قصة زكة وفي قصة الابن الضال، يعني يتميز بقصص واحداث وكلام مرتبط بالتوبة كثير. والاصحاح ده من جماله شغل الناس كثير قوي، وفي صور كثيرة طلعت عن الراعي الصالح وعن كلها مرتبطة بلوقا 15. ويمكن ياخد مننا شوية وقت لانه يعني الواحد بيستخسر يقلب ويدخل على 16 من كتر يعني ما هو غني بالمعاني. احنا اخر مرة كنا بنعمة ربنا في لوقا 14 اتكلمنا عن اللي سماه ربنا يسوع حساب النفق، اقعد واحسبها هتكمل مش هتكمل، عارف المسيرة مع المسيح فيها شوية تكلفة، ما تتهاونش في الموضوع، لانه كان في ناس كتيرة ماشية ورا المسيح وماشية كده وخلاص، انما مش واخدها جد. فبعد ما قال لنا كلام يمكن المرة اللي فاتت كانت حسيته كلام ايه يعني يخوفنا شوية، لازم تحسب حساب النفقة ولازم تشيل صليبك ولازم حتى لو اغلى الناس عندك ما يبقوش نمرة واحد، ربنا قبل منهم. النهاردة بقى هنلاقي ان ربنا يسوع بعد ما شد الشدة الحلوة دي هيشجع بقى كل الناس على باب الغفران والتوبة والرحمة بالامثال اللي هيحكيه. فيقول وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوا. في الزمن ده كان في نوع من التمييز بين الناس وبعضها، يعني يميزوا الناس كده، يقولوا مثلا ده فريسي ده من الكتبة من ناحية التدين، زي في بعض الطوائف يقولوا مؤمن وغير مؤمن، احنا مثلا ساعات نقول متدين وغير متدين. التمييز زمان كان أصعب من كده بقى، كانوا يقولوا إيه أصل ده عشار، عشار دي بقى معناها أبعد ما يكون عن ربنا، لأن العشارين دول فئة يشتهر فيها الكذب والسرقة والظلم والوشاية، ومنهم متى العشار ومنهم زكى العشار، وفئة كل الناس بتكرهها، واليهود يعتبروهم فئة مرفوضة تماما من ربنا، هما في الأصل يهود العشارين دول، لكن لأنهم بيشتغلوا لحساب الرومان هما بيحصلوا الجباية أو الجزية أو بعض الأمور من اليهود إخواتهم لصالح المستعمر الروماني، وبالتالي بيعتبروهم زي عملاء للرومان، ولأن ذمتهم واسعة فبيكرهوهم جدا اليهود، ولأن ما يقدروش عليهم بسبب أن هما بيحتموا في العساكر الرومان يكفي ان هما بيتهموهم بالكلمة دي. والخطاة برضو يمكن الخطاة النهاردة كلنا نقدر نقول احنا خطاة، يعني في الزمن ده ما كانش حد يقدر يقول الكلمة دي، لان كلمة خاطي كانت وصمة، كانت كلمة وحشة، وكان يعني عادة بيها او يعنى بيها في المجتمع الزنا بالذات. فاكرين الست اللي جات لمست المسيح، فالراجل في باله قال لو كان نبي لعلم من هذه المرأة انها خاطئة، يعني قال كلمة صعبة. فكلمة خطاة معناها ناس وحشين بطلين، وقد يكون معناها كمان بعض الناس اللي معروف ان سلوكها وحش. فلاحظ ان دول كانوا اكتر ناس لازقين لربنا يسوع، يدنون منه ليسمعوه. طبعا المسيح حواليه زحمة والناس عاوزة تقرب عشان تسمع، اكتر ناس بتزاحم هم الفئات دي. ف
فطبعا لما يجي فريسي يدخل ما يرضاش يدخل، يزاحم. ليه؟ ما يحبش كتفه يجي في كتف واحد عشار او كتف خافي، لانه اللي سمعان الفريسي قال ازاي لو ده نبي سيبها تلمسه وهي خاطية، مجرد اللمس يعتبر مشكلة بالنسبة له. فبيقول كان العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. قبل ما ندخل في الامثال، طب ليه؟ ليه دول بالذات كانوا بيجروا وراه وبيزحموا عشان يسمعوه؟ الا لانه بيديهم رجاء، الا لانهم لقوا عنده اللي ما لقوهوش عند كل معلمين اليهود. معلمين اليهود قافلين باب التوبه، مصعبين الطريق قوي، بينهالوا عليهم بالكلام الجارح والصعب، بيدعوا عليهم بغضب الله والنار الابديه. انما ربنا يسوع في كل تعاليمه وكلامه محب للخطاة، بيدي رجاء. فتلاحظ التعليم اللي كله حب يخلي الناس حتى البعيدة تقبل، لان الناس عاوزة تتوب، الناس عاوزة ربنا، محدش مش عاوز ربنا. انما ساعات التعليم يكون فيه نوع من العنف، فالناس تبعد وتخاف او تفقد الرجاء. ربنا يسوع له المجد، هو مصدر كل رجاء في الكنيسة، لأنه فعلا محب للعشارين للخطاة. كمان يمكن هم حسوا أنه بيحبهم، لأن كل ما كان الواحد منبوذ، كل ما كان يلقط لو لقى حد يحبه. دول منبوذين من المجتمع، العشارين والخطاة، إنما مش منبوذين ولا مرفوضين من ربنا يسوع، بالعكس دول محبوبين ومقبولين. فلازم يجروا وراه، وهو شخصية مشهورة ومحبوبة وبيعمل معجزات. كان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه. تلاحظوا برضو ان الناس دول ما كانوش جايين عشان معجزات. يعني هنقول في ناس وش ورا المسيح عشان تاكل ببلاش، زي في يوحنا 6 لما قال لهم انتم ماشيين وراي عشان كلتوا امبارح، اعملوا لا للطعام الباقي، اعملوا للطعام لا للطعام البائد، اعملوا للطعام الباقي. وناس كثيرة تزحم عشان تاخد معجزة، انما وناس تزحم عشان تتفرج، انما الناس دي بتزاحم وبتقرب عشان تسمع. معنى كده ان الناس دي جواها حب ربنا بالرغم ان هم بعاد قوي. وده يخلينا نعرف ان اللي احنا بنعتبرهم بعاد جدا عن ربنا احيانا يكون جواهم جوع وعطش شديد لربنا، بس محدش عارف يوصلهم للمسيح. فلما لقوا المسيح كانوا يدنون منه ليسمعوا. في المقابل كان في ناس برضو تحب تسمع له بس بشروطها، اللي هم مين بقى؟ فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاه ويأكل معهم. ده مش بس بيقبلهم، ده بيأكل معهم. يأكل معهم دي بقى يعني ايه؟ زودها خالص. ازاي ياكل مع شوية خطار؟ كأنه بيعاشرهم في حياتهم، ودي عند اليهودي نجاسة. لما يدخل بيت عشار ولا بيت، وهيجي بعدها قصة زكا بعد شوية، دخل بيت زكا العشار، دي عملت أزمة عند اليهود. ازاي يدخل بيت واحد زي كده؟ لأن عملية الأكل دي معناها نوع من الانتماء والتقارب الشديد. الشرقيين كلهم عندهم الحتة دي. تلاحظوا احنا كمصريين برضو لما نقعد وناكل عيش وملح نحس ان احنا ايه؟ بقينا مع بعض عيلة. انما ممكن اعرفك من بعيد وتعرفني من بعيد، لكن نقعد وناكل بقت العلاقة وثيقة. فربنا يسوع المسيح كان يقصد تبقى العلاقة وثيقة، كان يدخل بيوت العشرين وبيوت الخطاة وكمان ياكل معاهم. الاكل في نظر اليهود عملية تحتاج الى استعدادات واغتسالات، طبعا هم بيعملوش الكلام ده، فيبقى اكلهم نجس واللي يشترك فيه نجس، هم في اعتقادهم كده. فهنا في فئتين، وهو الاصحاح كله عن الفئتين دول. خلي بالكم في فئتين من بداية الاصحاح، عشارين وخطاة بيجروا ورا المسيح بيلزقوا فيه يسمعوه، وفريسيين وكتبة من بعيد متذمرين عشان عاوزين يسمعوا، قال يعني، لكن مش عاوزين يقربوا، عاوزين يسمعوا من بعيد عشان ما يتوسخوش. وازاي ده يقف وسط الناس دول؟ فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل
خطى ويأكل معه. يبقى كل اللي هيقوله ربنا يسوع له المجد الذي في كل الحكمة، هيقول الأمثال اللي بتتكلم عن الفئتين، هيتكلم عن الفئة دي وعن الفئة دي وعن موقفه هو. يبقى الثلاث أمثال اللي جايين لازم نلاقي فيهم ثلاث شخصيات أو ثلاث أنواع في كل مثل. مسيح له المجد، الله القدوس، وفئة الخطاة المرذولين محتقرين الضائعين، وفئة الفريسيين المتكبرين الذين لا يحتاجون إلى توبة. هنشوف الأمثال مشيت إزاي. الأمثال هتبتدي مثل الخروف الضال، وبعدين الدرهم المفقود، وبعدين الابن الضال ياخد بقية الإصحاح باستفاضة. وتلاحظوا أن الخروف الضال طلع وراء الراعي الصالح، والدرهم المفقود طلعت وراه أو تدور عليه المرأة صاحبة العشر دراهم، والابن الضال كان أبوه هو اللي مستنيه. برضو هنا كتجميعة كده للأمثال قبل ما ندخل فيها، أول حاجة نقولها أن الترتيب ده، لأن الإصحاح ده إصحاح التوبة، هيكلمنا عن التوبة من ثلاث زوايا. دور الراعي الصالح، ربنا يسوع له المجد في التوبة، ده في أول مثل. ربنا بيعمل إيه عشان نرجع؟ ده دوره هو بقى. الكنيسة بتعمل إيه عشان نرجع؟ دي المرأة اللي بتدور على الدرهم المفقود. أنا وإنت كأشخاص نعمل إيه عشان نتوب ونرجع؟ ده إيه؟ مثل الابن الشاطر. تاني، يبقى خلي بالكم التوبة لها ثلاث مداخل. الله له دور محدش يقدر يعمله غيره، هو له كل المجد، هو اللي يجري ورانا، وهو اللي يدور علينا، وهو اللي يتعب لغاية ما يجيبنا. والكنيسة بتكمل دوره وبتعمل شغله، المرأة دي. وفي الآخر مفيش توبة حقيقية إما كانش الإنسان يرجع لنفسه ويقوم يتحرك. فيبقى الإصحاح بيعرض لنا موقف الله وموقف الكنيسة وموقف الشخص. كمان تلاحظوا إنه الخاطف الأول كان خروف، وفي الثانية كان درهم، وفي الثالثة ابن واعي. عشان يقولوا الآباء برضو فيها أنه أحيانا يكون الشخص عاجز تماما عن اتخاذ قرار التوبة، ربنا يقوم يشتغل عليه لغاية ما يجيبه، زي الخروف الجاهل اللي مش عارف يرجع، أو الدرهم اللي فاقد الفرصة. إنما دي ما تلغيش أن الإنسان له إرادة زي الابن الشاطر ولازم يرجع. يعني إيه؟ يعني مش معنى أن واحد ما بيرجعش ربنا مش هيروح له، لأن تلاحظوا الأولانية والتانية ربنا اللي طلع يدور، يعني الراعي الصالح بيدور على الخروف التايه، والمرأة بتدور على الدرهم المفقود لأن الخروف والدرهم ما يعرفوش يتحركوا. إنما في المثل الثالث الأب منتظر، هو بيدور في قلبه بس، فاتح قلبه وأحضانه، لكن لازم الابن يتحرك. فكأنها تؤكد لنا أن الإنسان له دور، وإن كان ربنا هو له الدور الأكبر والأهم. ناخدها واحدة واحدة. كلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال. أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توب. فلاحظوا بالمثل ربنا سألوا عليهم هم، قال لهم لو واحد فيكم. ساعات ربنا يقرب فكرة الحب بأنه ينزلها لمستوانا، فيقول إذا كنت أنت راعي عندك 100 خروف هتسيب واحد يضيع كده وتقول خلاص كفاية عليا 99؟ إذا كنت وأنت راعي عادي مش هتعمل كده، عاوز الراعي الصالح يعمل كده. زي مثلا لما كان بيتكلم عن الصلاة، قال إذا كنت وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا صالحة، لو ابنك طلب منك خبز هتديله حية، لو طلب بيضة هتديله عقرب،
هتدي له أعلى حاجة. طب وانت إنسان شرير لكن عند الأبوة بتبقى كويس، طب وما ربنا يبقى إيه؟ فهنا ساعات ربنا له المجد عشان يشرح موقفه، ينزله لأجمل ما فينا ويقول إذا كنت انتوا يا بشر فيكوا الحتة دي، عاوزين ربنا ما تبقاش فيه إزاي. ده يؤكد ان احنا مخلوقين على صورته ومثاله، وكأن ربنا بيدوس على الحاجة الحلوة، يعني بيشاور على الحاجة الحلوة اللي فينا وبيقرب المعنى لقلوبنا. ليه؟ ما هو فعلا احنا هنعمل كده. لو واحد راعي عنده 100 خروف وضاع واحد خسار، حتى لو من ناحيتنا ناحية مادية يعني، لكن صدقوني الرعاة كانوا يرتبطوا بالخرفان، يعني يحبوا خرف الراعي اللي يقعد فترة مع الخرفان يحبها زي اللي بيربي اي حيوانات في البيت. فاول فكرة انه اي انسان منكم يبقى خلى المثل عليهم. 100 خروف ضاع واحد، دي برضو شغلة الاباء من كذا زاوية. بعضهم قال هو بيتكلم عن السماء، ربنا له المجد لما خلق، خلق ملائكة ربوات ودرجات واعداد لا نهائية، وخلق معاهم في الاخر الانسان. مين اللي ضاع؟ الانسان. انما الانسان كأن نسبته للملائكة 1 على 100، لانه عالم السماويات عالم غير محدود. فهل الله يحتاج الى الانسان؟ لا، كنسبة يعني. ده ايه يعني الانسان؟ ده 1 على 100 من مخلوقات الله. ولو حطيت بقى الخلائق العادية كمان بقى الحيوانات والجمادات والكلام ده، يبقى ولا 1 على 1,000,000. انما الواحد ده غالي قوي. فيبقى الفكرة اللي شغلت الاباء ان يمكن 99 عشان قال عليهم لا يحتاجون الى توبة، يقصد الملائكة اللي في السماء حتى لو عددهم ضخم وبيخدموا ربنا ومعاه على طول، انهم محتاجوش لتوبة. اللي شاغل ربنا اكتر هو اللي ضاع ده، النفر الانسان ادم، فقالوا الخروف ده هو ادم. برضو حكاية 1 على 100 دي عجبت الاباء قوي عشان نفهم انه ربنا مش بيحسبها بالعدد. يعني احنا كناس العدد يفرق معانا، فلما يكون لو معاك 100 جنيه وقع جنيه مش هتزعل. لا، ربنا ما يحسبهاش كده. الخروف غالي وغلو القطيع كله. وده الدرس اللي المسيح عاوز يقوله، ان كل شخص غالي جدا عنده غلو الناس كلها. الموضوع مش مجرد اعداد. يعني ممكن واحد يقول ما ربنا مش فارق معاه ملايين تهلك وشوية هيا وملايين توصل. لا، ده كل شخص بيهلك بيزعل ربنا. وفي حد عنده عيال كتير يقول مش مهم كم واحد يموت. لا، ازاي مش مهم؟ في حاجة تتقال كده؟ فهنا كونه حط الرقم 1 على 100 عشان يشاور ان الواحد غالي. لو في نظر الناس كلها رخيص، لا، هو غالي عند ربنا، عند الراعي. دي تعلمنا مبدأ ان الواحد مش لما يلاقي الكنيسة مليانة يقول خلاص بزيادة اللي في الشارع في الشارع. لا، ازاي بزيادة؟ مفيش بزيادة، بالولاد الكنيسة ولاد ربنا عاوزين نجيب كل الناس. حتى لو واحد بس لسه بره هننشغل بيه اكتر من هننشغل بالناس. اقول لكم حاجة بقى بيني وبينكم، ساعات كشعب كنيسة يعني بتبقى الناس مستكترة ان الكاهن او الخادم ينشغل بالبعيد وعاوزة تاخد كل وقته. فاهمين انا اقصد ايه؟ تقول ما احنا لينا حق عند ابونا، لازم يزورنا. يزورنا ليه؟ عشان ناكل لقمة مع بعض. طب وماله؟ بس في حد ضايع. انهي اولى؟ مش اللي ضايع اولى؟ تزعل ليه بقى لما اقول لك سامحني لاني مضطر انشغل بحاجة تانية؟ تقول لي احنا ابونا له ناس ناس. يا حبيبي ناس ناس ايه؟ ده خروف ضال. وانا هقول لك انه خروف ضال، ايوه ناس ناس، بس الغالي هنا هو الضعيف، الغالي هنا هو البعيد. مش معنى كده انه اغلى من حد تاني، ما هو لو الخروف التاني ضاع برضه هيطلع وراه. انما عشان كده الشطارة ان كل شعب الكنيسة يبقى خدام، ساعتها يحسوا بقيمة الوقت، انه هيسيب اغلى ناس جنبه ويطلع يدور على الخروف الضال مع ابونا ومع الخادم زميله، لانه عارف ان المسيح قلبه في اللي بره
مشغول باللي ضايع اكتر كتير قوي باللي تحت عينه. بعض القديسين قالوا كمان كلمة لا يحتاجون الى توبة قد تكون اشارة بالعكس ده الى مش الناس الحلوين اللي جوه الكنيسة، لا الى جماعة الكتبة والفريسيين اللي واقفين يشعروا في ذواتهم خطأ انهم ايه لا يحتاجون الى توبة. هل دول لا يحتاجون الى توبة؟ طبعا يحتاجوا، انما مخمومين في روحهم. فالبعض قال ما هو الخروف ده اللي هو ده العشرين والخطام والتسعة وتسعين هم الفريسيين والكتبة. فربنا يسوع له المجد بيقول لهم هم اقرب، ايوه وانا كمان هطلع عليهم اكتر، لان انا قلبي مع الواحد مش مع التسعة وتسعين، لان التسعة وتسعين لا يحتاجون الى توب، زي ما قالها في حتة تاني لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، لم اتي لادعو ابرارا. طب رب انت علمتنا ان مفيش ابرار، يقول ما هم فاكرين نفسهم ابرار، انما ليس بار ليس ولا واحد، لكن مش راضين يجوا يقفوا جنبهم ويعتبروا نفسهم ضالين. لو اعتبروا نفسهم مرضى هشفيهم، لو اعتبروا نفسهم خطاه هرجعهم، انما حاطين نفسهم في كفة الذين لا يحتاجون الى توبة، خلاص هي مش هياخدوا حاجة، لا هياخدوا الحب والدلع اللي هياخدوا الضال ده مش هياخدوه. يقول الا يترك التسعة وتسعين في البرية ويذهب لاجل الضال حتى يجدوا، حتى يجدوا، دي قصة بقى. امتى كانسان تقول انا فلان ده خدمته وكفاية كده؟ عارف تقول كفاية كده امتى؟ لما تلاقيه لما يرجع، يعني مش مفتوحة كده، مفتوحة سنة اثنين عشرة تفضل وراه، طبقت خالص نفضل وراه، طب ساب المسيح هتفضل وراه حتى تجده. هو الراعي الصالح مش قال لا ده الخروف الضال بعد زيادة انا مش هقدر اجيبه، منين ما هيكون هفضل وراه. المسيح بيفكر كده وبيعلمنا نفكر كده، حتى يجده، مش هيرجع يرتاح حتى يجده. عشان في ناس قال لما تسمع عن حد بعد تقول ابن الهلاك للهلاك يبع، جابوا الكلام ده منين؟ ده مش كلام كتابي ابدا، ده المسيح اتحصر بس مرة على يهوذا وسماه ابن الهلاك، لكن كان حزين عليه وما قالش للهلاك يدعى، لكن سماه كده بحكم تصرفاته. لكن ما عندناش الشعار ده ابدا، احنا عندنا الشعار بتاع ربنا يسوع يذهب لاجل الضال حتى يجده. ما فيش انسان يقول فلان ما يقوس منه، ما يقوس منه ليه؟ وانت وانا احسن منه في ايه؟ ما احنا كمان ما يقوس مننا، ده لولا رحمة ربنا جابنا وقربنا. لكن مين يقول على انسان انه ما يقوس منه؟ المسيح لا يهدأ حتى يجده. خلي ده تفكيرنا وخلي ده رجائنا، ان راعينا لا يهدأ حتى يجد الخروف الضال. آية جميلة في أشعياء تقول يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. يعني يا ولاد ربنا ما تسكتوش، زنه عشان هو ما يسكتش، ما تسيبهوش يسكت. يسكت عن ايه؟ انه يخلص اورشليم ويخلص كل نفس ويرجع كل نفس، دي عاوزانا احنا ما نسكتش عشان هو ما يسكتش. واذا وجدوا، عارفين لو احنا ما نعرفش بقية الكلام وعملنا كده مسابقة وقلنا ايه تعال اكمل بقى، اذا وجدوا يعمل فيه ايه؟ واحد هيقول هيمسك العصاية ويديله حتة علقة عشان ما يسيبش الحظيرة تاني، مش كده؟ انما الحقيقة نفاجأ، اذا وجدوا، شوف الكلام، يضعه على منكبيه فرحا، لا هيمسك عصاية ولا هيديله على دماغه، ده هيشيله بحب ويحطه على كتفيه ويبقى فرحان جدا وهو راجع. طب ما تعبتش؟ تعبت طبعا، ولفيت واتبهدلت، كل ده مش مهم، كل ده هيتنسي اول ما هيلاقيه. يضعه على منكبيه فرحا، كلمة معزية جدا. وطبعا القديسين لما يسمعوا ايدين وجناحين ومنكبين المسيح مخهم يروح فين على طول؟ في الصليب، لان هو الكتاف كانت معلقة كده، كأن المسيح له المجد بصليبه يحمل كل الخراف الضالة.
بيشدها بياخدها في حضنه ويرفعها على كتافه. طب يا رب يعني انت مجهد كراعي لفيت وتعبت، خليه يمشي وراك خلاص، يعني الحمد لله انك وصلت له، وهو هيمشي زي زمان ورا رجليك ويوصل الحظيرة، من فرحته مش هيسيبه يمسك يمشي على الارض تاني، من فرحته بالخروف الضال هيبقى شايله شيل. طب ما هو الخروف بيعرف يمشي، ما هو لو ما كانش بيعرف يمشي ما كانش زاغ، انما المرة دي من فرحته هيشيله شيل. كلام مريح قوي. احنا ساعات نبقى قصاع على الخطاه، ربنا لما يلاقي واحد راجع له بيبقى عاوز يشيله من على الارض شيل، ولا بيفكر في اللي عمله ولا بيمسك له العصاية، لا الحكاية مش كده، بيبقى فرحان فعلا. وبعدين الفرحة دي فرحة غريبة وعجيبة، يرجع بقى ينام، المفروض تعب ولف، لا مش هينام، يأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران، هيعمل حفلة، حفلة عشان حتة خروف، قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال. افرحوا معي للدرجة دي؟ خروف ده غالي، وكان فارق معاك قد كده عشان مش انت بس اللي فرحان، ده من كتر الفرحة عملت له حفلة وهيصة وخبطت على الأبواب كلها. افرحوا معي لأني وجدت الخروف الضال. شوفوا كمان مش بيقولها وجدت الخروف الضال، وجدت ايه؟ خروفي الضال. ما تبرش منه وما قالش ده انا معرفوش او الخروف، لا خروفي ده بتاعي ومش هسيبه، وجدت خروفي انا الضال ده بتاعي وانا مش هسيبه، افضل وراه لغاية ما رجعه. طبعا يدينا رجاء في توبتنا كخراف ضالة، لان الكتاب بيقول كلنا كغنم ضللنا. يعني الكلام ده ما حدش يقول يا سلام يا رب فلان يرجع، قولها بس اقول لك حطيني وحط نفسك معاه، لان الكتاب بيقول كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه. يعني كل واحد زاغ في سكه، ده طالع يلف يمين وشمال يلم يمين وشمال، كلنا كغنم ضللنا، كلنا محتاجين دي. إذا وجد وضعه على منكبيه فرحا. العهد القديم في أشعياء آخر إصحاح برضه يقول كلام حلو زي كده، يقول أن ربنا يأتي كراعي، فيقول كلام مشجع جدا، يقول كراعي يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان ويقود المرضعات. يعني الكلام ده حتى في العهد القديم هو هو هو، ربنا هو هو ما تغيرش، محب البشر، بيلم الحملان الصغيرين على ايديه ويشيلهم، والمرضعات الكبار يمشي قصادهم عشان يمشوا وراه، المرضعات دول اللي هم الرعاة يعني. وهنا مثلا يقول ايه؟ على الايادي تحملون وعلى الركبتين تدللون. مين يصدق ان دي مكتوبة في العهد القديم؟ ده دلع من ربنا لولاده، يقول هشيلكوا على ايديا وهدلعكوا وادللكوا على ركبي. دي فرحة الراعي بخروف الضال. طبعا فرحة تخلي الواحد فينا يبقى فرحان ان اسمه خروف ضال. انت تزعل لما اقول عليك خروف ضال ليه؟ مش كفاية انك خروفي الضال بتاعه؟ وبعدين اذا كان مصيرك في الاخر انك تحمل على المنكبين وتبقى سبب فرح للسماء. من هنا كنيستنا غاوية تقول على نفسها ان احنا خطاه. في ناس ما تحبش التسمية دي، تلاحظوا ان احنا غاويين نقول يا رب ارحمني انا خاطي، في واحد يقول لك خاطي تاني، ما كفاية خطية، مش انت امنت بالمسيح وعرفت وبتاع؟ ايوة انا امنت بالمسيح، بس انا هفضل طول عمري عاوز الدلع ده، عاوز افضل خروف ضال، مش عنش غلط، لا عاوز الدلع بتاع الخروف الضال، عاوز اللحظة بتاعت اللي يشيلني من على الأرض ياخدني في حضنه دي، عاوزها على طول. عشان كده التوبة عندنا هي توبة على طول. مقالة كنت بقراها للقديس غريغوريوس الكبير، يقول في الحتة دي واحد من القديسين زمان، إنه محدش ياخد الكلام ده عن الناس البعيدة بس، في شعب الكنيسة قديسين ولكنهم يروا في أنفسهم خرافا ضالة دائما، فيقدمون توبة قوية
كل حين يبهجوا بيها السماء كلها. مش بس بنتكلم عن الناس اللي برش، يقول ساعتها بقى دول يحسبوا خطية الفكر جريمة فيقدموا عنها توبة جديدة قوي. وانت فاكر التوبة بس للجماعة القتلة والزنا والحرامية؟ التوبة عن كل خطية مهما كانت صغيرة برضو خلتك خروف ضال. إذا وجده يضعه على منكبيه فرحا ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران. أصدقاء والجيران طبعا فاهمين أن دول بقى السماويين بقى، أو الكنيسة، الكنيسة اللي في حضن المسيح، أو القديسين اللي سبقونا للسماء. ما أسعدهم بتوبة كل شخص، ودي برضه تربطنا بالمنتصرين والحياة الأخرى. في ناس ما تحبش تحط في اعتباراتها القديسين والحاجات دي، ليه؟ ما هم دول أصحاب ربنا، حتة من ربنا، عيلة ربنا، ودول بيفرحوا مع ربنا بكل خاطب يرجع. وهنا يا جماعة المعنى مهم، هقول لكم بطريقة مبسطة. لما يكون طالب بيذاكر وبعدين ايه كسل، لكن ده يكون وحيد والديه وبعدين العيلة كبيرة قوي، خالات وعمات وكلهم مستنين النتيجة، هو لو كان بطوله على قد الامتحان ممكن يكسل وينام، انما كل ما يجي يكسل يفتكر انه النتيجة لو طلعت وحشة عماته وخالاته وابوه وامه وخلانه وعمامه كل دول هيزعلوا، يقوم يذاكر، لانه مش معقول هينكد على كل دول. والعكس، كل ما يكسل يفتكر انه يوم ما يجيب شهادة حلوة هيفرح كل العيلة، يقوم يشتغل ويجتهد. واخدين بالكم المعنى؟ اب مثلا يبقى مريض وكسلان يعالج نفسه، بس ولاده ومراته واخواته وكل حبايبه مهتمين جدا ان هو يبقى صحته كويسة ويطول ربنا في عمره، فيقول ما كانش يفرق معايا بس عشان خاطرهم هتعالج واهتم بصحتي. واضحة الفكرة؟ يعني اذا كان الواحد فينا يدرك ان التوبة هتسعد كل السماويين، يا طب دي احلى هدية تقدمها. اذا كنت بتحب مريم مرقص ارجع لربنا، احلى هدية تقدمها له. تفكر مريم مرقص عاوز ايه؟ هيبقى فرحان مع المسيح جدا لما تتوب. احدى هدية تقدمها للعذراء في عيدها ايه؟ انك ترجع وتتوب. هما لما بيستقبلوش هدايا من بتاعة الدنيا، الشيء دي اللي تفرق معه، انما السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب. لما الواحد فينا يرجع يفرح سماء كاملة، ربوات من القديسين والملائكة، ده احنا نسيب اللي في ايدينا ونقعد نتوب على طول، اذا كنا هنبقى سبب فرح لكل السماويين. افرحوا معي لاني وجدت خروف الضال، قال كده افرحوا معايا. ودي طبعا هتتفهم في اخر الاصحاح لما يتكلم على الابن الاكبر في قصة الابن الضال. هيبقى الاب فرحان جدا ان ابنه رجع، انما اخوه اتغاظ فقال له يا ابني كان يجب ان نفرح لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. يعني مستغرب موقف، الدنيا كلها فرحانة بالخاطئ اللي رجع، ازاي تكون انت مش فرحان؟ افرحوا معي. في ناس ما تفرحش بالخاطئ لما يتوب، دول اللي عاوزينه يفضل بعيد، دول الشياطين والاشرار، دول اللي ينزعجوا لما يلاقي واحد هيمشي كويس. ليه؟ لانه بيكشفهم ويفضحهم. اقول لكم هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 بارا لا يحتاجون الى توبة. واية امرأة لها 10 دراهم ان اضاعت درهما واحدا الا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ المرأة هنا قلنا رمز اساسي لايه؟ للكنيسة. ساعات بعض الاباء قالوا رمز للنفس، النفس تشبه عادة بالأنثى أو المرأة. لما تكون في حاجة ناقصة من النفس اللي اشتراها المسيح دي تفرك وما تهداش غير لما تلاقي الحاجة ضايعة. شوف انت ضايع من نفسك ايه؟ ضايع سلام، طب ساكت على نفسك ليه؟ ضايع طول أنا، ضايع رحمة، ضايع من نفسك درهم اسمه ايه؟
محبة الأعداء، ولا الدرهم ده اسمه مثلا حب العطاء؟ يا ما دراهم رايحة من نفوسنا، يعني يا ما حاجات ناقصة ضاعت وإحنا سايبينها تضيع. إذا كانت النفس تمثل برقم 10، يعني فيها 10 فضائل مثلا المسيح مستنيها، طيب أنت ساكت ليه على فضيلة تقع منك أو درهم يروح منك؟ إنما المعنى الأساسي الكنيسة اللي برضه تهتم بالشخص، واحد يفرق حتى لو 1 على 10، مش مهم، مش هتكتفي ب9 من 10، هتدور على الدرهم. برضو الآباء عجبهم فكرة الدرهم، ليه؟ قالوا أصل الدرهم منقوش عليه إيه؟ ختم الملك. فاكرين قصة الدينار لما قالوا أيجوز أن نعطي الجزية لقيصر أو لا يجوز؟ فقال لهم هاتوا لي دينار. قال لهم لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له القيصر. قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هنا الدرهم المختوم ده اللي عليه الختم إشارة أنه عليه صورة ربنا، فضياع درهم معناها تشوه الصورة. صورة ربنا اللي أنت اتخلقت على شبهه راحت بالخطية، تشوهت بالخطية. الكنيسة شغلتها ترجع لك الصورة، ترجعك درهم. خلي بالكم شغلانة الكنيسة أن تعمل مننا كلنا نسخ من المسيح تاني على صغير كده، تعيد إلينا صورة المسيح له المجد القدوس الذي بلا خطية، تقعد تجمل فينا. وبعدين هنا يقول إيه؟ ألا توقد سراجا؟ طبعا في البلاد دي ما كانش فيه كهرباء، وكان السراج زي الأنديل كده. فالكنيسة شغلتها عشان تدور صح تعمل إيه؟ تنور سراج. دايما السراج أو النور ينطبق في ذهن الكتاب عادة على المسيح له المجد، لأنه هو النور الحقيقي، وساعات يتقال على كلمة ربنا لأنه سراج لرجلي كلامك. وكلمة ربنا طبعا هي كلمة المسيح، فالحكاية واحدة. توقد سراجا معناها الكنيسة بتقدم للعالم عشان تشده وترجعه المسيح. شغلانة الكنيسة تعمل ايه؟ تقدم لكل شخص ضايع المسيح الحلو النور، تقوم تجيبه. لكن هي هتجيب الناس ازاي بدون مسيح؟ شغلانة الكنيسة انها توقد سراج. توقد سراج يعني تقدم المسيح، او توقد سراج بمعنى انها تنور الناس في تعاليم المسيح. اذا كان السراج كلمة ربنا، توقد سراج يبقى المرأة بتقدم كلمة ربنا، وبكلمة ربنا بتدور في النفوس عشان ترجعها، وتدور في العالم. كلمة ربنا هي اللي بتجيب الناس. هو مين بيرجع لربنا إلا من خلال كلمة ربنا؟ كلمة الله حية وفعالة جدا، وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة أمامه. يعني كلمة ربنا زي السراج تنور الدنيا كلها وتدخل إلى أعماق كل شخص. ألا توقد سراجا وتكنس البيت؟ قريت في تفسير أبونا تدرس أن الكلمة دي في أصلها اللغوي بالبلدي كده تقلب البيت. تعرفين الست لما تكون ضايعة منها حاجة غالية تقلب البيت، هي حتى تكنس كلمة يمكن أقل شوية، دي قلبت البيت رأسا على عقب، مش قادرة تقعد لأن دي حاجة غالية قوي الدرهم ده. حد يقول لها طيب ما كفاية عندك 9، تقول لا درهم غالي لازم ألاقيه. وتفتش باجتهاد، ده كلام لينا ككنيسة وليكوا كلكوا كشعب. انت بتعمل ايه عشان نفسه ضايع حواليك؟ عشان ولادك؟ عشان قرايبك؟ بتعمل ايه عشان تجيبهم لربنا؟ بتهدى بسرعة وتقعد على حالك ليه وتقول خلاص كده بقى هم حرين؟ ليه بتعمل كده؟ ليه ما تعملش زي الراعي اللي اتقال عليه يذهب لأجل الضال حتى يجده، مش هيرجع غير لما هو معاه. والمرأة دي مش هتقعد على حيلها حتى تجده، مش هتهدى أبدا، مش هتهدى في الصلاة، ومش هتهدى في الإلحاح، ومش هتهدى في التشجيع حتى تجده. يعني ما فيش أقل من كده. زي ما المسيح ما بيقبلش نفس تهلك، الكنيسة ما بتقبلش نفس تهلك، مرفوض المبدأ حتى تجده.
تفتش باجتهاد مش كروتها. هذه بقى لو شغالة هتكروت، انما دي حاجتها هي، زي ما قلنا خروفي الضال. هنا المرأة دي الدراهم بتاعتها، فدي حاجتها. حتى بعض الناس كانوا اجتهدوا وقالوا يمكن العشر دراهم كانوا شبكة الست الغلبانة في القرى ساعتها، فغالبا ليهم معنى غالي قوي عند الستات في القرية، فما تسيبش ابدا درهم يضيع. واذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحنا معي لاني وجدت الدرهم الذي اضعته. نفس المعنى، تروح تخبط على الجيران وتقول لهم هيصوا معايا. تلاحظوا ان الفرح الروحي فرح غير اناني، اللي فرحان يفرح اللي حواليه، الفرح العالمي فرح اناني، يعني يبقى الواحد فرحان بنفسه وبحاله بس، انما اللي فرحان بربنا بيبقى عاوز كل الدنيا تفرح بربنا، واللي فرحان بخاطي بيرجع بيبقى فرحان مع السماء كلها. هكذا اقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. هنا قال لنا في اول مرة يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب، وهنا شرح لنا اكتر وقال لنا يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. تصور ان احنا التعبانين الصغيرين نفرح ملائكة، احنا اللي بنفرح الملائكة، مش هم اللي يفرحونا، هم بيفرحونا بحضورهم وصلواتهم، انما احنا اللي ممكن نفرح الملائكة. في عظة للقديس انبا شنودة رئيس المتوحدين، وده كان راجل قبطي صعيدي وعلامة في الكنيسة، قديس عظيم، كان يقول كده، يقول يشخط، كان شديد، يقول لكل شخص فرح ملاكك، في ملاك ماشي جنبك ما تنكتش عليه، فرحه، فرحه بالتوبة، فرحه بالصلاة، فرحه بالخير، فرحه بوصية ربنا. الملاك ده هيقف قدام ربنا، ما تخليهوش يقف مكسوف منك. كان يقول المعنى ده، خليش ملاكك يقف مكسوف منك، ده البودي جارد بتاعك يعني. والتعبير ده يمشي مع تعليم الكتاب طبعا، لان لما انتهروا الاطفال ربنا يسوع المسيح احتضنهم وقال لهم ملائكتهم ينظرون وجه ابي في السماوات. يعني ملائكة العيال دي واقفة قدام ربنا، انتوا بتشخطوا فيهم ليه كده؟ بالراحة عليهم. فهنا يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. ندخل في المثل الثالث الغني بقى. وقال إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال، فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف، فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. الجزء الأول من القصة بيقدم لنا بيت الأب ومعاه ابنين، واحنا قلنا من البداية من أول الإصحاح أنه ربنا تكلم عن دوره وعن دور التائب وعن الغير المحتاجين للتوبة، دول ليهم تمثيل في المثل. هنا الأب أول حاجة تميزه في القصة دي أنه متواضع جدا ومحب جدا، لدرجة واحد من ولاده يقول له اديني حقي. احنا فيكوا أب يستحمل الكلمة دي من ابنه يقول له اديني حقي؟ هي معناها كشرقيين كده بالنسبة لنا يعني سوري، يعني روح موت خليني أورث، أنا عاوز فلوسي. كلمة مهينة، يقول له نصيبي، أو يقولها هنا أعطيني القسم الذي يصيبني من المال. عشان كده حتى معلمنا لوقا ذكر كتائب ربنا سألها فقسم لهما معيشته. معيشته يعني ايه؟ يعني اذا كان كل اللي ليه قسموا عليهم هما الاثنين كانه اعتبر نفسه ميت. الله من اتضاعه يحتمل ان نص العالم بيعتبروا ان ربنا مات، مش كده؟
يمكن أكثر من نص العالم. ساعات الناس تقول معقول ربنا موجود وسايب كل الملحدين دول اللي في الدنيا، كل الناس اللي كفر بربنا دي، وبتقول ما فيش ربنا وبتتريق على ربنا أو لغي ربنا. تفتكروا ربنا بيديلهم حاجات ولا لا؟ بيديهم صحة وبيديهم شمس وبيديهم خير وبيديهم عيال، بيديهم كل حاجة، ويفضل هو في حكمهم كأنه مات، مش كده؟ هو ده ربنا بتاعنا. ربنا بتاعنا بيحب اللي بيعتبره ميت، اللي بيعتبره مش موجود، مش بيأثر في حقه. الله إلهنا لا يفرض علينا أبوته ولا يفرض علينا حكمه ولا يفرض علينا سيادته، إنما يقدم لنا كل ما نحتاجه وينتظر منا أن نحبه. لكن ما بيفرضش على حد حاجة. مجرد الولد قال له اديني نصيبي، قال له خد نصيبك كأنه مات. طبعا دي جرح لأي أب، جرح لكرامته، جرح لأبوته، جرح لقلبه. الأصعب منها يمكن يقول خلي الفلوس في إيده بس يقعد معايا، إنما الأصعب منها الطلب اللي بعده: بعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر، وطفش كمان، وهو لا يعني أبوه. ناس كثيرة بتعامل ربنا بنك يدي، لكن هو ربنا ذاته ملوش قيمة بالنسبة له. هم عاوزين منه استجابات فورية للصحة وللتوفيق وللفلوس، عاوزين خيراته، لكن هو نفسه ايه؟ لا يقعدوا معاه ولا يشبعوا بيه ولا له مكان في حياتهم حتى لو طلبوا منه طلبات. لكن الابن الاصغر اول ما تملك من الخير لغى ربنا من حياته، لغى ابوه من حياته، سافر، لان ابوه لا يمثل اي قيمة بالنسبة له. ناس كتير عايشة كده، عايشة في خير ربنا بس من غير ربنا، وربنا له المجد من اتضاعه ساكت، من محبته الأولاد ويحتمل هذه الإهانة اللي ما فيش واحد فينا كإنسان يحتملها على نفسه، إنه يتلغي وجوده كده عند الوجوديين والملحدين بادعاءات كذابة عشان يعملوا من الإنسان ربنا وكأن ربنا مش موجود. ده ما ربنا موجود. فقسم لهم معيشته. برضو ناخد من بداية القصة دي فكرة ان الانسان لما بيبعد عن ربنا بيتدهور، ما بيقفش عند حال. هو الغلطة الكبيرة ابتدت بانه عاوز يعيش مستقل عن ابوه، وعشان كده بعض الاباء قالوا هو ده ادم، هو الابن الاصغر وسط الملائكة، لان الملائكة يعتبروا الابن الاكبر لربنا، يعني تجاوزا نقول كده الخليقة، لان الملائكة اتخلقوا قبل الانسان. وقعد في البيت بس، يعني زي ابي الفم، يحبش التفسير ده عشان الابن الاكبر هيطلع وحش في الاخر، الملائكة مش وحشين، لكن عاوزين نقول الابن الاصغر يعني ادم ده اللي جه، هو اللي حب ينفصل عن ابوه، يتأله بعيدا عن الهه، يبقى هو صاحب كل شيء. لما الشيطان جه يغري حواء يقول لها ايه؟ تصيران مثل الله. عاوز يغريها بدي، تاخد حاجة ربنا ونلغي ربنا. وهو ده نفس الادعاء اللي شغال بر، ما تقروا بقى الناس الغربيين بيقولوا ايه، تلاقيهم يقولوا كده عيني عينك، هو انا محتاج ربنا في ايه؟ انا ربنا هيعمل لي ايه؟ يعني العلم بيعمل لي كل حاجة والفلوس بتعمل لي كل حاجة وانا اعمل كل حاجة، هنشوف نتيجة الكلام ده ايه. ويبعد بقى، تبتدي بفكرة وحشة زي كده، لكن ما تقفش عند كده. بعد ايام ليست بكثيرة، يعني هي شوية شوية كده الشيطان عمال يسحب لبر، يخليه يسافر ويروح كورة بعيدة عشان ينسى ابوه خالص. وده اهم حاجة عند الشيطان، نخليك ما تفكرش في ربنا ابدا، حتى لو اداك متع الدنيا شوية، بس مش هتقعد متع الدنيا ابدا. بعد كده شوية شوية الفلوس بتخلص وبتقل، مش عارف يرجع ومش بيفكر يرجع، يمشي مع اصدقاء سوء، يتذل، يبعتوه عند خنازير يشتغل عشان يلاقي لقمة يأكلها، يوصل في الآخر إن يزعقوله لو كل من أكل الخنازير. فنزل من ابن العز
لغاية أقل من الخنازير، ساعتها فاق. هو ده حال اللي بيبعد عن ربنا. اللي بيبعد عن ربنا بيبقى معزز، لأن ربنا ساتر علينا ومدينا بركات كتير قوي. لما بتبعد أنت بتخسر كتير قوي. لما بتسافر كورة بعيدة أنت ربنا إداك كتير بس أنت خسران كتير قوي لأنك بعدت عن أبوك. هتبقى فريسة سهلة للأيام وللشياطين والذل الدنيا، وفي الآخر هتشتغل عالم فيه خنازير. طبعا تعرفين كلمة خنازير عند لها وقع مؤذي على ودان اليهود، لأن الخنازير محرمات عندهم. فكون واحد يهودي يشتغل عند خنازير ده ذل ما بعد ذل بالنسبة لهم، هم كمان أكثر مننا، لأن دي أساسا حاجات محرمة إنها تتأكل ولا حد يقرب منها. أرسلوا إلى مضى والتصق، برضو تعبير مهم. الواحد يبعد عن ربنا، بس الشيطان لا يكتفي إنه يبعد عن ربنا، هو الشيطان عمال يسحبه بعيد عشان يعمل إيه؟ يلزق فيه، يلتصق به. الشخص بتاع الكورة البعيدة ده الشيطان اللي خلى الولد يلزق له عشان يشغله عنده، شغال عند الخنازير عند الشياطين. بعيد عنكم لما تشوفوا واحد غرقان في الخطية تحسوا فعلا بمعنى واحد بيشتغل عند الخنازير. هي كده بالظبط، اشتغل عند الشياطين بيحركوه زي الشطرنج. طب ابتدت ازاي؟ ابتدت انه باع ابوه وانه مش عاوزه وانه عمال يبعد عنه لغاية ما وصل الى مرحلة سيئة جدا. ومع هذا السوء والمرحلة الصعبة ربنا يسوع يدي رجاء لكل واحد، بس يدي رجاء ويدينا مسؤولية ان احنا نعمل زي الشاطر ده. شكاية كنيسة تسميه ايه؟ الابن الشاطر. على كل اللي عمله ده تقول برضو شاطر. هو ما كانش شاطر في الاول بس بقى شاطر في الاخر. وكان يشتهي ان يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه احد. في الاول كان عنده كل حاجة. الشيطان يزين للإنسان إنه ممكن يتمتع بالدنيا بعيد عن ربنا. بعد شوية يلاقي نفسه مفيش أي شهوة شبعانة. بالعكس هو معذب ومش طايل أي حاجة خالص. لم يعطيه أحد. وبيشتهي إيه دلوقتي؟ بيشتهي خرنوب الخنازير. الخرنوب ده زي الحشرات أو الزبالة اللي بيأكلوها الخنازير. تعرفين الخنازير أساسا بتأكل من الزبالة. يعني تصوروا لما تشوفوا إنسان عمال يقلب في الزبالة عشان يلاقي حاجة يأكلها، دي صورة مزعجة جدا لشدة الفقر وشدة القحط. يعني هو ده حال اللي بيبعد عن ربنا. وبرضه الشيطان ما يهنهوش على الأكل. الشيطان ما يحبش الإنسان أبدا، يحب يذله بس، يوعده كتير قوي ويخلف ويذله. فلم يعطيه احد فرجع الى نفسه. طبعا دي مفتاح المثل كله، كلمة دي هي دي بداية التغير. رجع الى نفسه وهو وسط الخنازير وسط الزبالة وريحته كلها بقت خنازير وحافي زي ما هنشوفه دلوقتي. انما رجع لنفسه. رجع لنفسه يعني فاق، يعني لأول مرة يعمل مقارنة بين حاله كابن وحاله كعبد، بين حاله كحر في بيت أبوه لدرجة قال لأبوه أورثك بالحياة، قال له خلاص اللي تشوفه. والنهاردة الخنازير هي أسياده. إيه الذل ده؟ رجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز. لأن بيت أبوه بيت غنى، فالأجراء يعني الخدمين في بيت أبوه بيرموا بواقي الأكل، يعني بيأكلوا ويشبعوا ويفضل عنهم الخبز. دول العبيد، لأن الأب أبوه غني وكريم، فمش الأولاد بس اللي شبعانين، ده حتى الأجراء العبيد شبعانين وبيفضل عنهم خبز. فقارن نفسه بالعبيد، قال ده أنا كنت ابن، إنما العبد النهاردة عند أبويا أغلى مني، وأنا أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي. قال هقوم أروح له خلاص وأقول له يا أبي أخطأت
إلى السماء وقدامك، إلى السماء بعد المثالين اللي فاتوا تتفهم مش كده؟ لأنه قال لنا في اللي فاتوا إيه؟ يكون في السماء فرح، فقال ده أنا مش زعلتك، أنا زعلت السماء كلها، أنا تعبت معايا ملائكة وقديسين بيشفعوا فيا وأنا بلا سائل فيهم، أنا أحزنت كل المنتصرين ببعدي عنك يا رب، أنا جرحتك وجرحت الكنيسة كلها باللي أنا عملته. السماء إشارة للكنيسة وقدامك لله وحده. فبيقول أنا غلطت في حق الكنيسة، وده المعنى الروحي بتاعنا، إن اللي بيغلط بيغلط في حقنا كلنا، لأن كلنا أعضاء في بعض، بيجرحنا كلنا، بيضيع فرحتنا كلنا، لأن واحد مننا لما بيرجع بيفرحنا كلنا. أخطأت إلى السماء قدامك ولست مستحقا. من أجمل الكلمات بقى، أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراك. قال له يعني أنا ما استاهلش تسميني ابنك، خليني بس عبد بقية عمر. طبعا أنتوا عارفين بقية القصة، احنا نقف في الحتة دي شوي. الواحد لما يكون راجع لربنا بيبقى مكسوف من ربنا، ولسان حاله بيقول له رب أنا أعمل فيه اللي أنت عاوزه، بس ما تسيبنيش بعيد عنك، وأنا ما استاهلش تقول علي ابنك. في ناس برضو بجسارة تقول بس احنا بنقول أبانا الذي، نقول أيوة طبعا، لأن ربنا قال أنا مش هسميكوا عبيد، هسميكوا أولادي، ولما علمنا الصلاة قال متى صليتم قولوا أبانا، ربنا بيفرح نقول له أبانا. لكن الإنسان التائب من جواه دايما لسان حاله مستكتر الكلمة عليه، عشان كده كنيستنا تقول اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا، يعني ما نستهلش نقولها، لأن الابن هنا قال له لست مستحقا أن أدعى لك ابنا. فحتى لما نتجاسر ونقول أبانا الذي، بنعمل لها مقدمة جميلة ونقول إيه، خلينا نستحق ان احنا نقول ابانا دي، لانها كبيرة علينا. انما هل غلط ان واحد يقول له رب انا عبدك؟ لا مش غلط، احنا ما نستاهلش حتى نبقى عبيده، كونه هو يرفعنا ويقول ولادي نقول له احنا ما نستاهلش نبقى خدامينك، لكن كتر خيرك عبيدك وولادك وكله. عشان كده في ملاخي يقول ان كنت ابا اين كرامتي، وان كنت سيدا فاين هيبتي. يعني انت اللي عجبكوا اب ولا عجبكوا سيد، يعني سيد كويس واب حلو، بس مين بيعامل ربنا كده؟ لست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا. برضو كل واحد فينا بعد ما خد البنوة في المعمودية وبقى ابن لله، كل غلطة يعملها يبقى مكسوف من ابوه، يقول له رب انا ما شرفتكش، انت ابويا، كان لازم اعمل الخير كله، كان لازم كل الناس تبص عليا تشوف جمالك، تعرف مين ابويا، بس انا ما شرفتكش، سلكت سلوك العبيد، فانا ما استاهلش ان انا ابقى ابنك. انما انتوا عارفين بقيه القصه، ده مش ابنه بس، ده في حضنه، ولا هيديله فرصه حتى يقول خليني عبد. يعني مجرد انك تقول له بس انا ما استاهلش، يقول لك بس تعال، ما استاهلش ده ايه؟ خلاص. لكن الشخص فينا يبقى دايما لسان حاله يا رب انا ما استاهلش. حين نرجع الى الله فلنحمل معنا هذه الكلمات اللي تفتح باب السماء. ربنا طيب، وتغلبه المسكنه والتواضع والتذلل، يتغلب بالحته دي، زي ما بيقول في النشيد حولي عنك عيناك لانهما قد غلبتاني. ده بيكلم واحده سيرتها بطاله، يعني عروس النشيد دي زاغت ومشيت وحش قبل كده، انما مجرد تيجي بس وعينيها مليانه دموع خلاص تغلبه. ربنا طيب، خلينا نستغل طيبته ان احنا نرجع ومعانا كلمتين كده حلوين يحركوا السماء. لست مستحقا يا رب ان ادعى لك ابنا. في ناس تدخل تقول احنا مستحقين، لا احنا خلينا نقول احنا مش مستحقين. يقوم ربنا يقول بس تعال. انا احب الناس اللي حاسه بهذا الاحساس، لست مستحقا ان ادعى لك ابنا، بل اجعلني كاحد اجراك. نكمل المره الجايه، لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين.